ابنها اللي هو اخوكم الخامس، الراجل ده اشتغل حاجات كتيره جدا، بيفهم في كل المجالات، اقتصاد، طب، هندسه، كونكت فور، زراعه، فلاحه، سياحه، ملاحه، صناعه، صياعه. ولد ما جابتهوش ولاده. ايوه جابوا الدكتور اللي خد اخوه مات. بالظبط كده، لسه قايل لكم. انا عايز اقول لكم ان الولد ده بيتعمل له 1000 حساب في اسكتلندا. طب والمعجزه ده نازل مصر امتى؟ انتوا حابين ينزل امتى؟ دلوقتي. أخوكم الخامس والوريث الشرعي للسيد الوالد زيه زيكم بالظبط. رحبوا معايا بويليام والاس الشمعداني. I am William الشمعداني. Brother of four brothers. Son of one mother. Son of one father. And I'm here. ماجد الإنجليزي خلص. أنت أصلاً بتتكلم معاهم إنجليزي ليه؟ بالمصريين ما تتكلم عربي عادي. ما تتكلمش انجليزي؟ لا ما تتكلمش انجليزي طبعا. امال انت مسميني ويليام ليه؟ ايه؟ مسميني ويليام ليه؟ هو اي حد اسكتلندي اسمه ويليام. لا هو اي حد جواهرجي اسمه ويليام. صح عندك حق، فاتت عليا دي. سلطان والله العظيم ما مجامله. الجيبه هتاكل منك حته تحفه. لا ومريحه راحه يا لعبه. بجد والله في اللبس مريح. الهوا من كل حته. طب احنا نخلص المرمه دي وبعد كده خروجاتنا كلها بجيب. جيب على تيشيرتات بيزك من فوق قطن حاجات كده. بلا جينز بقى بلا تسلخات بتاع. زي ما انتم شايفين كده اخوكم الاسكتلندي ولكن لب لب في اللغه العربيه، وده نتيجه ايه؟ والدته دايما كانت حريصه انها تبث اللغه الام فيه من هو صغير، شربها له بالمعلقه، فرجته على كل الدراما المصريه المدبلجه، كيد النسا مدبلج، سجن النسا مدبلج اسكتلندي، زهره وازواجها الخمسه مدبلج، كل اعمال الفنان مصطفى شعبان مدبلجه اسكتلندي. لا هو عمل واحد بس اللي شفته. ما هي هي، انت اتفرجت على عمل كانك اتفرجت على كل اعمال مصطفى شعبان. بالاضافه لحرص والدته انها تعلمه اللغه العربيه في المركز الثقافي الروسي الاسكتلندي. دلوقتي ان الاوان علشان تتنافسوا انتوا الخمسه على مين افضل واحد فيكوا عشان يكون الوريث الوحيد للمرحوم الشمعداني. وده هينافسنا في ايه بقى؟ في الشعر ولا في الشعر ولا في علوم الفضاء ولا في ده؟ انا مش هنافسكم في مجالي، انا هنافس كل واحد فيكم في مجاله. مستعدين؟ I'm ready. اغضب يا ولي. هيا بت ايه الاخبار؟ فضولي هيموتني يا خرشي يا نقراشي. ما خلاص بقى يا ولية، كفايه طريقه الكلام دي، انا زهقت. اخوهم الاجنبي وصل وعايز يتحداهم. ده الموضوع كبر قوي. لا انا مش قادره استحمل. انا لازم اخرج واشوف الواد الاجنبي ده شكله ايه. يا بنت رايحه فين؟ استنى بيتك ومطرحك يا ويليام مرمغ في خير ابوك. تشرب ايه يا سيد الستات؟ انا هاخد واحد شاي نعناع سكر بس. ويليام اسكتلندا محرمات خمور، اطلب كتير. اطلب خمره؟ طب هاخد واحد ويسكي نعناع سكر بس. من عينيا يا بيه، لو ما فيهاش حشريه مني بس، هو فوق الركبه طلع موضه تاني؟ لا يا حبيبتي، ده زي الرسم للرجاله عندنا في اسكتلندا. زي رسمي للرجاله؟ طب لو مفيش حشريه برضو مني،
امال الستات بتلبس ايه يا بيه؟ الستات بتلبس ايه؟ الستات في اسكتلندا الرجاله بيلبسوا جيب والستات ما بيلبسوش حاجه خالص، بيمشوا مرض. يا خرابي يا شرابي، الحمد لله يا اخويا ان احنا في مصر. وليام، هي الستات بجد في اسكتلندا بيمشوا مرض؟ انا عايز اروح. عايز تروح يا بهجت؟ انا مش عارفني، من عمري رحت اسكتلندا. نسيت خالص يا سلطان، اقسم بالله. يا ويليام نسيت، يا ويليام نسيت، يا ويليام.